السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نشوف كيف نفعل خاصية الفويس ميل على الاكستنشن الموجود على دلتا زون تيل بلس. أول شي بروح على الاكستنشن سيب، بختار الاكستنشن اللي بدي أفعل عليه الفويس ميل، زي ما احنا شايفين اون فويس ميل، بعملها اون وبختار الباسورد اللي بدي اياه لهذا الفويس ميل. يعني حالتنا هيك، بعد هيك بنعمل سيف وابلاي. وهيك بنكون شفنا كيف افعل الفويس ميل فيتشر على اكستنشن موجود على دلتا زون تيل بلس.